أيها الأحبة الكرام، كما أن الدعاء له أحكام، كذلك الدعاء له آداب. من آداب الدعاء رفع اليدين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردهما صفرا خائبة. ما يردها صفر، لا بد أن يضع فيها شيئا. من آداب الدعاء التوجه إلى القبلة، استقبال القبلة، وهذا سنة ليس واجبا، كما أن رفع اليدين سنة ليس واجبا. من آداب الدعاء أن تدعو على طهارة، وهذا أيضا من السنن وليس من الواجبات. من آداب الدعاء أن تعيد دعاءك ثلاثا أو سبعا، فتقول: اللهم اغفر لي اغفر لي اغفر لي، تجاوز عني تجاوز عني تجاوز عني، أو أن تدعو به سبعا. من آداب الدعاء أن ترتب دعاءك على ثلاث مراتب. في بداية الدعاء المرتبة الأولى أن تثني على الله عز وجل، تقول: يا كريم يا رحيم يا غني يا لطيف يا خبير يا ربي، ثم تذكر ضعفك ومسكنتك، تقول: وأنا العبد الضعيف المسكين الفقير الذي لا حول لي ولا قوة إلا بك. ثم بعد ذلك تذكر حاجتك: اشفي مريضي، اقضي ديني، ارزقني، إلى آخره. من آداب طبعا إذا كان الوقت قليلا أو ضيقا يمكنك أن تدخل في الدعاء مباشرة، هذه كلها سنن، ممكن الواحد في سجوده مباشرة يدخل في دعائه، لكن إذا كان الوقت واسعا فمن الأدب أن تبدأ بالثناء على ربنا سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد عز وجل. من آداب الدعاء أن لا يخلو دعاؤك من الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل دعاء محجوب حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو فلم يرفع يده فلم يصلي عليه، فقال: عجلت أيها المصلي، استعجلت، فلا ينبغي أن يخلو دعاؤك من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. من آداب الدعاء أن لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم. إنسان سيسافر إلى بلد ليفجر بها ويتعاطى المسكرات فيقول: اللهم يسر لي أن أجد حجزا وأن أشتري تذكرة، هذا ما يجوز. لا تدعو الله تعالى أن يعينك على إثم ولا بقطيعة رحم. لو أن بينك وبين أخيك مشكلة فقلت: اللهم اجعله لا يراني ولا أراه بعد اليوم، هذا ما يجوز، هذا دعاء بقطيعة رحم، ما يجوز. من آداب الدعاء أيضا أن تدعو الله تعالى وحده لا شريك له، وهذا من أصول التوحيد، ألا يصرف الدعاء إلا إلى الملك جل في علاه. فلا تدعو قبرا ولا ضريحا ولا جنا، إنما تنزل حاجتك بالحي القيوم جل في علاه. وقال ربكم: ادعوني ادعوني أنا، لا تدعو غيري، ادعوني أستجب لكم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يجوز أن يدعى إلا الله جل في علاه. من آداب الدعاء أن تدعو الله تعالى في أوقات الإجابة، وأوقات الإجابة متعددة، منها الدعاء بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد، منها الدعاء في دبر الصلاة المكتوبة. وقال أهل العلم في دبر الصلاة المكتوبة، قال بعضهم: دبر الصلاة يعني لما تسلم من الصلاة المكتوبة تدعو، وقال بعضهم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم والشيخ نعتيمية رحمه الله رحمهم الله جميعا وغيرهم، قالوا: دبر الصلاة المكتوبة ما بين نهاية التشهد إلى السلام من الصلاة، إذا قال: إنك حميد مجيد، فمن وقت الدعاء ووقت الإجابة أن يدعو الآن قبل أن يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، يعني بعد نهاية التشهد وقبل السلام. من أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بقي ثلث الليل الآخر كما في الصحيحين ينزل ربنا عز وجل فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. هذا أيضا من آداب الدعاء. وثلث الليل الآخر في الغالب أنه قبل الفجر بساعتين، وأحيانا ثلاث ساعات إذا كان الليل طويلا، وربما زاد إلى أربع إذا كان الليل طويلا، كلما زادت الفترة ما بين المغرب إلى أذان الفجر صار ثلث الليل الآخر أطول. من آداب من أوقات الإجابة وقت نزول الغيث، عند نزول المطر،
من أوقات الإجابة عند التقاء الصفين في الجيش، من أوقات الإجابة عند سماع صياح الديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. من أوقات الإجابة ساعة الجمعة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فيها 19 قولا كما في زاد المعاد، ثم قال: وأرجحها قولان. ساعة الإجابة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب فيها الدعاء، قال: وأرجحها قولان. القول الأول أنها الساعة الأخيرة من اليوم، يعني قبل المغرب بساعة تقريبا. والقول الثاني أنها ما بين صعود الإمام إلى المنبر إلى نهاية الصلاة، يعني أن تدعو الله تعالى ما بين الخطبتين، أن تدعو الله لما ينتهي المؤذن قبل أن يبدأ الإمام الخطبة، أن تدعو الله لما ينتهي الإمام من الخطبة ويقبل نازلا إلى محرابه فتدعو الله في هذا الوقت تتصيد الوقت، أن تدعو الله في أثناء الصلاة، هذا وقت إجابة على قول. من أوقات الإجابة أيضا وأحوالها الدعاء في السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا، أو قال: فاجتهدوا في الدعاء فإنه حري أن يستجاب لك. حري يعني مفضل أو قريب، أو قال: فإنه قمن أن يستجاب لكم، قال: فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، وهو يكون العبد فيه ذليلا بين يدي الله عز وجل مقبلا إليه. من آداب الدعاء وأحواله التي يستحب فيها أيضا أن يكون المرء بعيدا عن أسباب منع إجابة الدعاء، كأكل المال الحرام، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل يدعو يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، قال عليه الصلاة والسلام: ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له. لا تأكل حراما حتى يستجيب الله تعالى دعائك. إن كنت ممن يتعاطى شيئا من التدخين أو شيئا من المسكرات أو شيئا من الأموال المحرمة، فاترك هذا حتى يصبح هذا الفم الذي يدعو فما طاهرا لا يعصي الله تعالى، وبالتالي يكون قريبا من إجابة الدعاء.